صوت صدح من مآذن مساجد القدس الأقصى يحترق، نداء استيقظ عليه المقدسيون قبل 50 عاما، فما لبثوا إلا أن هبوا هبة رجل واحد بأدواتهم البدائية من أوان وأوعية ماء وأتربة في ظل عرقلة الاحتلال وصول مركبات الإطفاء لإخماد حريق مدبر التهم أكثر من ربع المسجد الأقصى وأتى على كنوز أثرية وسجاد أعجمي، دمر منبر صلاح الدين الأيوبي ومحراب زكريا، افتعله مستوطن صهيوني أنقذه الاحتلال بادعائه الجنوبي. لنا يوم الحرية عدك أكيد وأشغالنا، وإذا بالصراخ إنه الحو الأقصى مولع، الحرام مولع، فركضت الناس على الأقصى، وجدنا الشباب والشيوخ والنساء بتناقل المي من بيار الحرم وبناولوا بعضيهم، وكانت النيران ملتهبة من القبلي ومن المنبر ومن السجاد من عدة جهات، والكل بس بنائل ولا حدا واقف من البيار الحرم. الدول العربية كانت تجيب الخبر كخبر، وبعض الناس تركوا القدس وهربوا، تصوروا انه يصير ردة فعل عربية، حتى انه كان عندي واحد معي يشتغل من سلفي ترك القدس، قال لي بكره الجيوش العربية تهجم تنتقم، ولكنه قعد 3 ايام ولا حدا تحرك ولا حدا انتقم ولا حدا أجا فزع. كارثة حلت على الأقصى لم تحظى بردود فعل من الدول العربية والإسلامية سوى بعض الشجب والاستنكار، حال لم يتغير على مدار 50 سنة الماضية، ما جعل الاحتلال يتمادى في انتهاكاته باتجاه تفريغ المدينة المقدسة من سكانها وفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمقدسات. لا يزال حريق المسجد الأقصى المبارك مستمرا إلى هذا اليوم وإلى هذه اللحظة، نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونتيجة اقتحام المستوطنين المستمرة يوميا، وغياب وصمت أي موقف عربي أو إسلامي تجاه الأقصى. ولنا الفخر ولنا الشرف أن نكون المقدسيين، نحن المرابطون ونحن المدافعون ورأس الحربة للدفاع عن المسجد الأقصى وعن القدس. مشاهد تتشابه وتتكرر، فهو عام 2019 حل على القدس بجملة من الانتهاكات، كان آخرها تنغيص فرحة عيد الأضحى وتحويل باحات الأقصى إلى ساحة معركة، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والرصاص المطاطي تجاه المصلين ومنهم أطفال لتسهيل اقتحامات المستوطنين، لينتهي العيد بقتل طفلين على أعتاب الأقصى لمحاولتهما تنفيذ عملية طعن، وصفها مراقبون بأنها رد فعل طبيعي على ما تعرض له الأطفال في أولى أيام العيد. صورة وإن اختلفت تفاصيلها تشابهت أحداثها قبل 50 عاما، فما زال حريق الأقصى مشتعلا وسط صمت عربي ودولي، وحال المقدسيين يقول أما حان الوقت لإطفائه. لقناة الرافدين رينات شرباتي، القدس المحتلة.